بصوا يا جماعة، ده البطرون الفستان في الاخر خالص، شرحته بشكل سهل وبسيط، مقاس 42 ميديم اكس. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، صدقيني الفكرة هتعجبك قوي. ادي الفستان كله اتعمل بشكل سهل وبسيط. على فكرة ده المقاس الطبيعي، وده البطرون الطبيعي اللي هيظهر معاكي لو عملتيه على القماش او عملتيه كمان. عليكم السلام وبركاته، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان في كل ريفيرن بشكل سهل وبسيط جدا. الفستان هنعمله من الصفر، كل اللي عليكي بس اللايك والتعليق والاشتراك، وهنشتغل على السبوره. وعلى فكره ان شاء الله الاضاءه النهارده هتكون واضحه، كمان الرسم هيكون واضح. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك. الفستان مقاس 42 ميديا واحده. يلا بينا نبدا واحده واحده. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك والصلاه على سيدنا النبي. يلا بينا نبدا. بصوا بقى، اولا المقاسات انا كاتباها هنا في طرف السبوره، بس انا مش عارفه انا عارفه ومتاكده انتوا مش هتشوفوها. انا عاملاها بس ليه؟ انا عشان تبقى ايه، بدل ما ابص في الاجنده ابص في السبوره هنا معايا. والمقاسات هتظهر لك دلوقتي حالا ايه قدامك. دلوقتي اولا محيط الصدر معايا 97 على الاربعة يساوي 24 وربع، يبقى هنحط عرض الصدر معايا 24 وربع. ان شاء الله النهارده الخطوط هتظهر وكل حاجه هتظهر، والاضاءه كمان هتبقى باينه. هنحط هنا كده 24 وربع اهي. تمام، ظاهر الخط اهو. بعدين هننزل من هنا 41 طول الظهر اهو. الناحية التانية هنكمل نزول، عشان طبعا المسطرة 30 سنتي مش 41 سنتي. وهنيجي الناحية التانية برضو اهي، وهنقفل مستطيل المفروض اللي احنا عملناه ده من تحت كده. احنا مش عايزين تحت دلوقتي، احنا عايزين طول شغلنا فوق. تمام، الجزئيه دي هي اللي هنعمل منها حرده الرقبه بالشكل ده. يلا بينا. اولا كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. ربع دوران حرده الرقبه معايا قد ايه؟ حرده الرقبه معايا 7.5 7.5 7.5 اهي هنا. والخلفيه سيبوكم من الخلفيه دلوقتي، احنا عايزين الاماميه، لان كل شال وكل فيرت موجوده على الاماميه. وهنبدا من هنا 7.5 برضو. اهم حاجه تكتبي لي رايك في التعليقات، تتفرجي على الفيديو من الاول لحد الاخر، واللايك والتعليق والاشتراك. بعد كده هنعمل حرده الرقبه بتاعتنا، ممكن نعملها بالفرنش كيرف وممكن نعملها كمان بايدينا، انتوا حابين تعملوها كده او كده. في الحالتين هتبقى نفس الشكل تقريبا، مش هيبقى فيها فرق خالص. تمام، اهي كده. تمام، طيب بعد كده هبدا انزل بقى بطول 3 سنتي ميلان الكتف معايا. المقاس ده مقاس طبيعي، وانا شغاله على السبوره عشان اعمل لك المقاس الطبيعي. عايزه المقاس الافتراضي اكتبي لي في التعليقات، ونعمل ان شاء الله على الورق بعد كده. بعد كده هنحط خط الدمية، خط مستقيم. تمام، خط مستقيم عملته بايدي بس عشان ايه الوقت. بعدين هنبدا ننزل طول الكتف معايا. طول الكتف معايا قد ايه اصلا يا مريم؟ 12.8 اهو. طبعا امبارح وريتكم ازاي تجيبوا 8.10 دول. بعدين هنقسم المستطيل ده على نصين، هو اصلا 41، يبقى احنا هناخد هنا 20 من اول هنا كده، هيبقى 20. ونعمل خط مستقيم كده. ده خط الصدر يا جماعه، ده عرض الصدر معايا، ده محيط الصدر معايا. لحظه واحده بس انزل كده اهو. ده محيط الصدر معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، طيب بعد كده بقى هنعمل ايه تاني؟ هننزل من الكتف على دوران الصدر بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنرتفع 6 سنتي كده. بعدين هنخش هنا 1.5 سنتي. اكتبي لي رايك في التعليقات، ما تتفرجيش كده واكتبي لي رايك، قولي لي يا مريم الشرح تمام ولا في اي حاجه صعبه بالنسبه لك، بس عشان القلم ده بيتمسح بسرعه. طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل حرده الجيرو، ممكن نعملها بايدينا ممكن نعملها بالمسطره، انا هعملها بايدي. تمام، طيب بعد كده بقى هننزل عند دوران الوسط تحت وهنحطه. دوران الوسط معايا قد ايه اصلا في المقاس ده؟ 19 وربع. دوران الوسط في المقاس ده 19 وربع، يبقى هاجي من هنا كده واحط 19
وربع كده اهو بالشكل ده. تمام، بالطريقه دي يا جماعه احنا عملنا الجزئيه العلويه بتاعه الفستان بتاعي. طيب بعد كده هنعمل ايه تاني يا مريم؟ بعد كده هنبدا ان احنا نطلع من هنا مسافه 2 سنتي. ثانيه بس كده، نطلع من هنا كده مسافه كام؟ 2 سنتي اهي. تمام، وهنبدا ننزل بيهم. كل شال اول مره اعمله بمقاس طبيعي، فايه نركز واحده واحده لان اول مره اعمله بمقاس طبيعي. بعد كده الكل شال موجود مع كل الفيرن، انا قاعده اقول كل شال كل شال، هو اصلا كل الفيرن، الكل الفيرن موجود معايا من اول فين لفين يا مريم؟ لاول دوران الصدر. معنى كده ان احنا هنطول دوران الصدر ده ونخليه ياخدش على المرض، يبقى انا كده قسمت المرض بتاعي. تمام، بعد كده هعمل ايه من هنا؟ بعد كده هاجي من هنا كده ازود العرض بتاع الكول بتاعي، انا عايزاه قد ايه؟ فانا هاخده بالظبط حوالي 8 سنتي. حلو، 8 سنتي، وهبدا اجيب النقطه دي، النقطه دي دي اهي، وهبدا ارتفع بيها بعرض حرده الرقبه الخلفيه بتاعي او دوران حرده الرقبه الخلفيه بتاعي. طب لما نيجي نعمل دوران حرده الرقبه الخلفيه ده 7.5 اصلا، فالخلفيه ممكن تبقى 6.5 عشان الخلفيه مش هيبقى فيها كل الوسع ده. تمام، فاحنا هنقول ان الخلفيه فيها 6.5 اهي كده بالشكل ده. تمام، بعدين هناخد العرض بتاعها، ممكن نطولها شويه تطويل اكتر كده يعني 1.5 سم، 3.5 زي ما الثانيه. بعدين هنبدا بقى ان احنا ايه، انا بس انا باكد على الخطوط. بعد كده هبدا اعمل العرض بتاعها، العرض بتاعها 15 سنتي بالظبط، بيتراوح، هو بيتراوح من 15 لايده. تمام، بعدين هرتفع هنا 3 سنتي دول عشان خاطر وانتي بتلفي خلفيه مع الاماميه تبقى ديت مساحه كويسه تقدري تلفي بيها. تمام، بعدين هنعمل كده نوصل اهي اهي كده، بعدين هوصل الخط ده وده مع حردة الرقبة، حردة الرقبة هطلع منها هنا بالظبط 3 سنتي كده، واحط هنا حوالي 6 سنتي كده عشان اعمل الكور فيرن كده. تمام كده، شايفينها يا جماعة ولا لا؟ شايفينها صح؟ طيب بعد كده القطعة دي ممكن ما تبقاش 8 زي ما عملتها، ممكن تقل 1 سنتي، ممكن تقل 1 سنتي عشان تبقى مظبوطه. هنجيب بقى الفرنش كيرف بتاعتنا ونوصلها بيها. طبعا هي مش عايزه زاويه كامله، يعني هي مش عايزه دايره كامله او زاويه كامله، احنا بس عايزين نخليها ايه بشكل شويه. استنيني بس كده اهي كده، استني اهي كده. تمام، طيب لحد كده تمام الدنيا، مفيش اي مشكله خالص. الفستان مثلا بقى، الفستان مثلا انا مريم الفستان بتاعي عايزه يكون فيه قصه البرنسس. لحظه واحده خليكم معايا، الفستان بتاعي انا عايزه يكون فيه قصه البرنسس، اعمل ايه يا مريم في التقسيم؟ وقولي لي يا ريت المقاسات بتاعه البنسه الاصليه عشان انا عايزه اعملها بشكل سهل وبسيط. يلا بينا، بصوا بقى نبدا نركن كده الغطا. هنيجي من عند دوران الوسط ده اللي هو 19.5، 19.25، وهنبدا ان احنا ننصفه. استنيني بس كده عشان هو ايه جاب كده المفروض، استنوا احنا ما عملناهوش 19.25 بالظبط كده. تمام، استنوني اجيب الفرنش كيرف بقى لان انا ايه ما عملتهاش 19.25 من شويه كده اهي. جسم الجسم عموما بتاع الانسان ما بيبقاش جسم مستقيم، فمستحيل ان هي تبقى ايه جايه بشكل مستقيم، فعشان كده انا استخدمت الفرنش كيرف. بتبقى فيها زوايا كده، بيبقى ليها زوايا، يعني ممكن تبقى كده نازله على طول كده اهي بالشكل ده. نلغي دي بتاعت الفرنش. تمام كده اهي.
طيب دلوقتي هبدأ انصف بقى دوران الوسط بتاعي ده اهو بالشكل ده، وهبدأ اجيب المسطرة وهعمل هنا عرض البنسة بتاعتي 1 سنتي يمين 1 سنتي يسار، وهطلع 10 سنتي. المرة دي هنعمل بقى ست طبيعية اهو، 10 سنتي طول البنسة. بعدين هاجي اعمل بقى اضلاع البنسة بتاعتي. استنيني بس عشان ايه، اهي كده كده اهي كده بالشكل ده تمام. يبقى انا كده البنطة بتاعتي 10 سنتي اهي، ده طولها 10 سنتي، ده الطول الطبيعي. لما هتيجي تشتغليه على القماش هيبقى ده الطول الطبيعي اللي هيظهر معاكي، مش هيبقى اطول من كده. طيب ممكن تبقى اطول من كده، اه ممكن تبقى 12 سنتي. يبقى مقاس البنطة الطبيعي من 10 ل 12 سنتي في الامام، في الخلف بتبقى بالظبط 11، من 12 ل 14 تمام. بعد كده بقى هبدأ ان انا اعمل القصة بتاعت البرنسس بتاعتي، قصة البرنسس بتاعتي اهي كده، واوصل بصوا الخطوط اهي تمام قوي، بس هي المشكلة في التثبيتة دي بقى اهي كده بالظبط كده. ثانية واحدة يا جماعة عشان خاطر القلم بيتمسح بسرعة، مش مدي فرصة. تمام كده اهو يا جماعة، ادي الكول ريفرن، وادي كمان قصة البرنسس عملناها بشكل سهل وبسيط قوي. ثانية بس اشوف قد ايه الوقت، تمام ثانية واحدة تمام قوي. دلوقتي بقى ناقص حاجة تانية مهمة قوي، انا بقى الفستان معايا باقي عادي خالص، وجيبة واحنا متعودين عليها الجيبة، بس اهم حاجة ان انا اكتب لك البيانات بتاعتك. البيانات بقى محيط الصدر كده، محيط الصدر معايا بالظبط 97 سنتي، محيط الوسط بلاش نكتب محيط الوسط، خلينا نكتب الوسط على طول، الوسط على طول بالظبط 77 سنتي. بعد كده عندنا طول الكتف، طول الكتف الكتف معانا 12.8 سنتي. بعد كده بقى حردة الرقبة احنا لغيناها وبقينا نعمل كل ريفيرن شكل سهل وبسيط قوي. وبالنسبة كمان للبنسة، البنسة 10 سنتي طولها، طول الظهر بنعمل كده سهم نزول، طول الظهر كامل 41 بالظبط سنتي. الطول من هنا لهنا 6 سنتي، بنطلعهم دول طلوع، بنعمل سهم طلوع 6 سنتي تمام. السهم ده ممكن تلاقي الكلام ده في البطرونات الاجانب، الصور الاجنبيه اللي انت ما بتبقيش عارفه ترجمتها، بتلاقي ناس كده كاتبه لي يا مريم بتقولي انا مش فاهمه البطرون ده عشان انجليزي، فتلاقي في اسهم كده طالع، السهم ديت وبيبقى جنبها ارقام، فالسهم نازل وسهم طالع، ده بيبقى طول الظهر، وهنا بيبقى طلوع 6 سنتي بتوع حرده الجيرو بتوعنا. بالنسبه بقى للقطعه دي بتختلف في كل مقاس، المقاس ده هو الحكه دي بتاعته، هنا 6 سنتي 6 سنتي طلوع من عند حرده الرقبه، وهنا 7 سنتي طلوع من عند المرض، وهنا جينا حطينا 7.5 سنتي نفس حرده الرقبه الخلفيه، وبعدين جينا هنا 3 سنتي عشان خاطر الميلان، وبعدين وصلنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام. في اي مشكلة لحد دلوقتي يا جماعة؟ طيب دلوقتي بقى هننهي الحلقة معانا، لحظة واحدة يا جماعة، ده البطرون الفستان في الاخر خالص، شرحته بشكل سهل وبسيط، مقاس 42 ميديم اكس. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، صدقيني فكرة هتعجبك قوي. ادي الفستان كله اتعمل بشكل سهل وبسيط، على فكره ده المقاس الطبيعي وده البطرون الطبيعي اللي هيظهر معاكي لو عملتيه على القماش او عملتيه كمان على الورق. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.